السلام عليكم. خلال الشهور الماضية وصلتني الكثير من الأسئلة تستفسر عن تأثير النعناع على القدرات الجنسية للرجل، وأنا هنا أطرح السؤال كما هو وضم نفس الإطار. وفي البداية أبين بأن النعناع موجود في الكثير من المنتجات، والنعناع في حد ذاته من المشروبات المنعشة، ولا أحد ينكر الكثير من الفوائد الموجودة فيه، إلا أن إحدى الدراسات التي نشرت مؤخراً تحدثت عن أثر سلبي لا يرغب الكثير من الناس وبالخصوص الرجال أن يقع عليهم. كيف؟ راح أبين. والشرارة الأولى بدأت حينما لاحظ بعض المعالجين الصحيين بأن مرضاهم يشتكون من ضعف في القدرات الجنسية وفي صحتهم المرتبطة بالإنجاب عند شربهم للنعناع. هذا الأمر دفع بعض الباحثين في بادئ الأمر ومن باب الفضول لمحاولة فهم طبيعة هذه الشكوى، فقاموا بإجراء دراسة من أجل ربط النعناع حينما يؤخذ من قبل بعض المرضى وتأثيره على الأندروجين أو ما يسمى بالهرمونات الرجولية. فوظفوا بعض الفئران وقسموها إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى أعطوها ماء، والمجموعة الثانية أعطوها نوع من النعناع اسمه بيبرمنت تي بمقدار 20 جرام لكل لتر من وزنها، والمجموعة الثالثة أعطوها نوع ثاني من النعناع اسمه سبيرمنت تي بمقدار 20 جرام لكل لتر من وزنها، والمجموعة الرابعة والأخيرة أعطوها كمية مضاعفة من النوع الثاني اللي هو السبيرمنت تي لكل لتر من وزنها أيضا. وبعدها لاحظوا بأن المجموعة الأولى اللي أخذت الماء ما تأثرت هرموناتها الذكورية، بينما المجموعة الثانية اللي أخذت 20 جرام لكل لتر من وزنها من البيبرمنت تي نزل عندها معدل الهرمونات الذكورية بمقدار 23%. والمجموعة الثالثة اللي أخذت 20 جرام من السبيرمنت تي أو النوع الثاني من النعناع نزل عندها مقدار الهرمونات الذكورية بمعدل 51%، أي ما يعادل النصف، وهكذا دواليك. وعليه خرجت الدراسة بالخلاصة التالية: مع العلم من التأثيرات الإيجابية لنوعي النعناع المستخدمين في الدراسة على الجهاز الهضمي، إلا أنه يجب علينا أيضاً أن ننتبه إلى التأثيرات السلبية التي قد تتركها هذه الأعشاب عندما لا يتم استخدامها بالطريقة المنصوح بها أو الجرعة المنصوص عليها. ومن بعدها خرجت دراسة أخرى تقريبا بنفس النتائج، وربطت تأثير النعناع على الخصوبة وإنتاج الهرمونات الذكورية، وذكرت بأن هذا الأمر يرتبط بتأثيرات الأكسدة التي يتركها النعناع على منطقة في الدماغ تسمى بالهايبوثالاموس، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض إنتاج الهرمونات الذكورية. طبعاً هذا الأمر كله أجري على الفئران، وأما عن مدى تأثير النعناع على الهرمونات الذكورية الموجودة عند الآدميين فهو متروك للمزيد من الدراسات والأبحاث المتعمقة في هذا المجال. ومع العلم من كل هذا، هناك دراسة أجريت على النساء اللي عانوا مما يسمى طبياً بالهيرزاتيزم، وهو عبارة عن مرض تكون فيه المرأة تنتج معدلات غير اعتيادية من التستوستيرون وأعلى الهرمونات الذكورية، واللي على أثرها تظهر عندهم بعض السمات مثل نمو الشعر في الوجه أو ما شابه من سمات، ومنها استخدموا النعناع في محاولة منهم لخفض مستويات الأندروجين أو الهرمونات الذكورية. ولاحظوا في هذه التجربة من بعد استخدام النعناع بأن الهرمونات
الذكورية الحرة عند هؤلاء النساء انخفضت بمعدل 30% في ظرف 5 أيام. وعلى كل حال هذا ما جاءت به هذه البحوث، وأنا لم أقدم رأي شخصي لا من قريب ولا من بعيد.